عارف إن الجامعة المصرية أو جامعة القاهرة حالياً هي أعرق جامعة في الشرق، واللي تأسست من حوالي 115 سنة كجامعة أهلية قامت على جهود وأموال الشعب المصري ونضال قادة العمل الوطني في الوقت ده أمثال الزعيم الوطني مصطفى كامل والإمام محمد عبده وسعد زغلول وقاسم أمين وغيرهم. لعبت الصحافة دور هام في طرح فكرة إنشاء جامعة، فدعا جورجي زيدان في مجلة الهلال سنة 1900 إلى إنشاء مدرسة كلية مصرية لتثقيف الشبان المصريين بدل من إرسالهم لأوروبا أو غيرها. وفي سنة 1904 نشر مصطفى كامل مقال في جريدة اللواء دعا فيه القراء إنهم يبدوا رأيهم في مشروع الجامعة، وأوضح إن الأمة في أشد حاجة إلى إنشاء كلية للأمة بأموال الأمة. وفي سنة 1906 اقترح الدعوة إلى عمل اكتتاب عام لتأسيس كلية أهلية. رفض اللورد كرومر المعتمد البريطاني مشروع الجامعة نظراً لخوفه من وجود طبقة مصرية مثقفة بتنادي بالاستقلال، عشان كده كان بيرى إنه من الأفضل إن تتوجه طاقة الأمة نحو التوسع في الكتاتيب والمدارس الأولية. وفي نفس الوقت اعتذر الخديوي عباس حلمي الثاني عن رعاية المشروع، وبرغم كده توالت الاكتتابات واجتمع المكتتبين الأوائل لإنشاء الجامعة المصرية لأول مرة في جلسة تاريخية بمنزل سعد زغلول يوم 12 أكتوبر سنة 1906، وتم انتخاب لجنة تحضيرية وبلغت المبالغ اللي اكتتبوا بيها 4485 جنيه، وتوالت الجلسات. وفي جلسة 19 يناير سنة 1907 أبلغ قاسم أمين أعضاء اللجنة بأن الخديوي عباس حلمي الثاني وافق على جعل اللجنة تحت رعايته. في 31 يناير سنة 1908 انتخب الأمير أحمد فؤاد رئيساً للجامعة اللي أطلق عليها اسم الجامعة المصرية. وبرئاسة الأمير أحمد فؤاد للجامعة قويت حركة الاكتتاب والأوقاف، فجمع أكتر من 20,000 جنيه وتم وقف العقارات والأطيان من الأعيان والحكومة. وفي يوم 21 ديسمبر سنة 1908 أقيم حفل رسمي بالقاعة الكبرى بمجلس شورى القوانين، حضروا الخديوي وعدد كبير من كبار رجال الدولة وافتتحت الجامعة رسمياً. واستأجر مجلس الجامعة عدة مباني عشان تكون مقر مؤقت لدار الجامعة لغاية ما اتنقلت إلى مقرها الحالي في الجيزة في أواخر العشرينات من القرن الماضي.